تحت رعاية معاليكم معالي الوزير حسن شحاتة ومدير القوى العاملة بتحقيق هذا الحدث الرائع. تحية لمعالي الوزير. تحية لمعالي الوزير. الآن إسلام سمير عبد الحميد. محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن. محمد سلطان عبد المجيد. الوثائق التأمين على الحياة للعمالة الغير منتظمة، وبنحضر ملتقى تشغيل، وزي ما انت شايف احنا بنلم الطلبات بايدينا عشان هنتابع مع الشركات اللي طالبه يعني. وطبعا في فرص عمل لذوي الإعاقة، سلمنا العقود بتاعتهم، وكل اللي هيقدم في الطلبات دي احنا هنتابعها شخصيا. اقول يوم سهل ان شاء الله ان كل الناس دي نلاقي لها فرصه عمل.